تعالى بقى كده نبص على المربع كامل. لما نحب نبص على النال هايبوثيسيس والرياليتي، ان فعلا النال هايبوثيسيس از ترو، فبص على الكولومن ده. لما تكون النال هايبوثيسيس بتاعتي فولس، ببص على الكولومن ده. لما احب اقيم التيست بتاعي النيجاتيف، ابص على الكولومن ده. لما احب اقيم التيست البوزيتيف بتاعي، ابص على الثلاث مربعات دول. لما اكون النال هايبوثيسيس بتاعتي ترو واعمل ايرور، ده اسمه تايب 1 ايرور. لما تكون النال هايبوثيسيس بتاعتي في الرياليتي از فولس واعمل عليها ايرور، ده اسمه تايب 2 ايرور. الجود ديسيجن الترو نيجاتيف والترو بوزيتيف، الباد ديسيجن الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف. هنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف، هنا اول ذا تايم ات از ترو، حتى الفولس دي ترو بس غلط. هنا اول ذا تايم ات از فولس. تعالى ما نركز على الحته دي، هنركز على ان النل هايبوثيسيس بتاعتي ترو. انا عايز اقيم قد ايه من الحالات الترو دي ترو نيجاتيف، يعني الحاله دي ترو نيجاتيف مش كده؟ انا ما عملتش ريجكشن للترو، ده حاجه كويسه. لكن في حالات انا عملت لها ريجكشن، عملت ريجكشن للترو نال هايبوثيسيس اللي هي اصلا حقيقيه، وبالتالي ده فولس. فولس بوزيتيف يعني هي اصلا ايه؟ هي نيجاتيف، لان هم دول في البوبوليشن بتاع النيجاتيف. يبقى الكل ترو، الترو نيجاتيف ده نيجاتيف والفولس بوزيتيف نيجاتيف، بس التيست هو اللي مطلعه لي بوزيتيف، يبقى دول نيجاتيف. عشان اعرف قد ايه الترو نيجاتيف من الكل، يبقى نعمل ايه؟ اهو الترو نيجاتيف بتساوي الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف. لما اجي اقيم الترو نيجاتيف لازم اقيمها من الكل، الكل اللي هو ايه؟ هما كلهم دول نيجاتيف، الترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف الاثنين دول نيجاتيف، بس اللي طلع منهم ترو نيجاتيف قد ايه؟ الحكايه دي بنسميها سبيسيفيسيتي، وانا عندي فيديو عن السبيسيفيسيتي، لكن في مثال كويس عن الديزيز والنون ديزيز، نفس النال هايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس، الامثله مختلفه فقط لا غير، نفس المحكمه والمتهم والبريء. يبقى السبيسيفيسيتي بتساوي ايه؟ الترو نيجاتيف على كل الترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف. لو انا حبيت اكبر السبيسيفيسيتي اعمل ايه؟ انا ده زي ده، لما ده يكبر ده يكبر، ده بسط وده مقام. لما احب ازود القيمه الكليه، ده بسط ومقام، اعمل ايه؟ يزود المقام، يزود البسط، يقلل المقام. لما احب ازود السبيسيفيسيتي، يزود البسط، يقلل المقام. انا لو زودت هنا هزود هنا، يبقى انا اللي بيتحكم في الموضوع هو الفولس بوزيتيف او التايب 1 ايرور. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ لو انا عايز اكبر السبيسيفيسيتي عشان اجيب الحالات الترو كلها تبقى خالصه كلها، واقلل الفولس بوزيتيف بتاعتها، يبقى انا لازم اقلل الفولس بوزيتيف عشان السبيسيفيسيتي تعلى. والعكس صحيح، لو انا حابب اقلل السبيسيفيسيتي يبقى انا لازم اكبر الفولس بوزيتيف واقلل، وبالتالي السبيسيفيسيتي هتقل. تعال نبص الناحيه الثانيه كده، هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على النل هايبوثيسيس بتاعتي فولس، والجروب بتاعي اللي احنا هنشتغل عليه كله فولس. في الحقيقه هو فولس، الترو بوزيتيف فولس والفولس نيجاتيف برضه فولس، لانه فولس هم بوزيتيف بس التيست مطلعه ايه؟ مطلعه نيجاتيف. فانا علشان اعرف قد ايه فولس من الكل بعمل ايه؟ الترو بوزيتيف على المجموع العام، الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف. اهو الترو بوزيتيف بتساوي ترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف. الكلام ده بسميه سنسيتيفيتي. عشان اكبر السنسيتيفيتي اعمل ايه؟ اقلل الفولس نيجاتيف، يوم السنسيتيفيتي بتاعتي تكبر. لو انا حابب ان انا اقلل السنسيتيفيتي يبقى انا اعمل ايه؟ اكبر الفولس نيجاتيف، وبالتالي السنسيتيفيتي هتقل. تعال بقى نبص على قضيه تانية كده اسمها، تعال بقى نبص على تيست بتاعنا اللي ما عملناهوش ريجكشن. دول ما عملناهمش ريجكشن، ودول ما عملناهمش ريجكشن بس كان غلط ان احنا ما نعملهمش ريجكشن، طيب تو ايرور. الاثنين دول احنا ما عملناهمش ريجكشن، دول غلط ودول صح. انا عايز اعرف قد ايه صح من الكل، يبقى انا بعمل ايه بقى؟ يبقى المعادله بتاعتي هتبقى كده، هتبقى ترو نيجاتيف
على الترو نيجاتيف زائد الفولس نيجاتيف، وده بنسميه ذا باور اوف ذا تيست، قوه ان التيست ده يطلع نيجاتيف قوته قد ايه. لو انا عايز اكبر قوه التيست اعمل ايه؟ اقلل الفولس نيجاتيف، وبالتالي قوه التيست هتزيد. طب لو انا عايز اقلل الباور بتاع التيست اعمل ايه؟ اكبر الفولس نيجاتيف، وحط ارقام تطلع ارقام تعرف تقيم بيها قوه التيست بتاعتنا في النيجاتيفيتي قد ايه. تعال نبص على الحاله الرابعه بتاعتنا اللي هو التيست دو ريجكت. انا هعمل ريجكشن الفولس بوزيتيف، انا عملت ريجكشن، هو كان فولس بس عملت ريجكشن، والترو بوزيتيف انا عملت ريجكشن وكان صح نعمل ريجكشن. انا بقيم ايه اللي صح من الكل، يبقى انا عندي ايه؟ عندي ترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفولس بوزيتيف، وده اسمه ذا باور اوف ذا بوزيتيف تيست. بنفس الحكايه برضو انا عايز اكبر الباور اوف ذا تيست فبقلل الفولس بوزيتيف، ولو عايز اقلل الباور بتاع التيست فبكبر الفولس بوزيتيف. ملخص للكلام ده بسرعه كده، لما يكون النال هايبوثيسيس از ترو، الراجل بريء، عملنا له محاكمه طلع انه بريء، يبقى ده ترو نيجاتيف. الراجل عملنا له محاكمه وهو بريء طلع متهم، ده فولس بوزيتيف. طيب الراجل بريء واحنا حطيناه في السجن. Do not reject the true is a good decision. Reject the true is an error. Type 1. تعالى في الحالة الثانية ان النال هايبوثيسيس از فولس، المتهم فعلا متهم هو قاتل، بس لما جينا عملنا محكمة حاجة من الاثنين، يا عملت له ريجكشن ريجكت ذا فولس وذا جود ديسيجن، او اني دو نوت ريجكت ذا فولس وده تايب 2 ايرور، المتهم فعلا متهم وهو قاتل، ولكن لو انت حطيته في السجن يبقى ده قرار مظبوط، ولو انت ما حطيتوش في السجن يبقى المتهم خرجته بره وده يبقى تايب 2 ايرور. انا اتمنى بس ان يكون الموضوع انا عارف ان الموضوع رخم وصعب شويه، لكن انا شخصيا تعبت فيه، يعني جالي تعب نفسي جامد علشان بس افهمه. يعني عندي تعليق صغير بس على جمله مهمه جدا المفروض ان احنا ناخد بالنا منها في التايبس اوف ايرور. يعني كاتب هنا typically in social science an acceptable alpha is 0.05. يعني 5% في السوشيال ساينس لما تيجي تشتغل ابحاث لا علاقه بالعلم الاجتماعي، يعني ده العلم المتداول، فده بيقبل فيه 5%، ان انا اشتغل على الليفل اوف الفا ليفل اوف سيجنيفيكانس 5%. انما في المجال الطبي however in public health the acceptable level is frequently set as 0.01%، 1%، المعتاد 1% في المجال الطبي. يعني كان حصل فيه نقاش قبل كده في الحكايه دي عن سؤال مع اخت فاضله، واتكلمت برضو ان المساله كانت جايبه الليفل اوف سيجنيفيكانس ما كانش واضح، فانا المفروض انا احط ليفل اوف سيجنيفيكانس من عندي انا، فلو الليفل اوف سيجنيفيكانس مش محطوط في السؤال لو حاجه لها علاقه بالبابليك هيلث بتاعنا احنا يبقى نحط 1% في اغلب الاحوال، تمام؟ لو حاجه لها علاقه بالسوشيال ساينس نحط 5%. ده التعليق الوحيد اللي كنت عايز اقوله زياده يعني، وانا خلاص يعني جالي ايرور والكمبيوتر جاله ايرور، انا بقالي 15 يوم في ايرور، فان شاء الله ينفع الناس باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.